لا ماشي مشكل، واخا خسرت جوج ماتشات ما كنتقلقوش على هذا، حنا عارفين غادي اش كتصير. شنو الرساله ديالك للاعبي الرجاء؟ ما قيمش بالدور ديالهم في الملاعب وفي المسائل ديالها سميتو، يعني ما التغييرات اللي تكون بزاف هي اللي خسراتهم. ثقوا في راسكم، راه الرجاء راه فريق عالمي غيديها يديها. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج ميكروس باغ. اليوم خرجنا نسولو جماهير الرجاوية شنو الرأي ديالهم في الفشل ديال فريق الرجاء، خصوصا من بعد سنة من النجاحات والتميز. خليكم معنا باش تشوفوا الآراء ديالهم. كنشوفوا باللي الرجاء من بعد سنة من النجاحات خسرات في الماتش ديال بداية البطولة، شنو الرأي ديالك؟ لكن الرأي ديالي انا ما غناخدش على رجاء الماتش خسراتو، حنا كناخذ من الماتشات اللي دازوا ديما كتحقق القاب وكتحقق الرجاء ديما مزيانه وديما كتبقى قويه. يعني ماشي مشكل واخا، لا ماشي مشكل واخا تخسر جوج ماتشات ما كنتقلقوش على الرجاء، حنا عارفين الرجاء اش كتصير. شنو الرساله ديالك للاعبي الرجاء خصوصا انهم خسروا في البدايه البطوله، شنو بغيت تقول لهم؟ كنقدم لهم بقاو ديما لاعبين رجاويين، خسر ما كيهمناش حنا. اول حاجه ما تفرجش في الماتش، ولكن عرفت بلي خسروا بواحد 1-0 وكنظن بلي التغييرات اللي تكون بزاف هي اللي خسراتهم. شنو بالنسبه لك الخطا؟ علاش لمن كيرجع؟ شكون وراء الخطا؟ شكون كيتحمل المسؤوليه؟ اول حاجه الرئيس كما تعرفوا، وتبديل بزاف المدرب مشى عاوتاني، داكشي علاش. الرساله ديالك للجمهور الرجاوي من بعد اول فشل شنو غادي تقول لهم باش يشجعوا الفريق؟ انهم يوقفوا معاه وان شاء الله غادي يكون خير. ماتش ديال الرجاء يعني الكره المغربيه ما سميتو ما كايناش بتاتا. علاش؟ ما كايناش، ما عندهمش تمك كتجي تشوف ما كاين والو. شنو المتطلبات؟ ما عندهمش طاقه المغربي. المتطلبات للجمهور المغربي شنو باغيين اليوم في الكره المغربيه؟ شنو بغيتو يتبدل؟ بزاف الحوايج، يعني نقول لك دابا ملي كتجي تشوف المسؤولين ما داريش ما قيمش بالدور ديالهم في الملاعب وفي المسائل ديالها سميتو، يعني ما يعني الخساره كترجع السبب ديالها كيرجع للمسؤولين ورجع لسميتو على حقاش. ربما هاد الناس هادو ما خداو بريم، ربما فهمتيني، كاينين تدخلات تماك وهذا هو اللي كاين. الراي ديالي بداو صراحه بدايه غير موفقه. ولكن انت كمشجع ليهم شنو بغيت تقول لهم؟ انا كمشجع ليهم ديما راجا غندعمهم وباقي امل بزاف. لا انا واخا البدايه كانت غير خل البدايه باينه غيدوا البطوله، حيت ديما الرجاء فريق عالمي. كيفاش جاوك اللاعبين؟ اللاعبين بحال كانوا مستريسين شويه. المشكل لمن كيرجع؟ الخطا وراء الخساره لمن كيرجع؟ خساره صراحه ما نكذبش عليك، انا ما الماتش ما تفرجتش فيه باش نقول لك شكون. واخا تشجع الرجاء ما تفرجتيش في الماتش؟ لا حيت ما كنتش مستاهلي اختي. كلمه اخيره للجمهور الرجاء يفقدوش الامل في الفريق. رأيي كان هو الثقه في النفس، ثقوا في راسكم، راه الرجاء راه فريق عالمي غيديها يديها. هكا كانت اراء الجماهير، نتلاقاو في ميكروس باغ اخر، بالسلامه عليكم.